السيق هو المدخل والمخرج الوحيد للموقع الأثري، ولهذه الأهمية قام مكتب يونسكو عمان بالتعاون مع محمية البتراء الأثرية ودائرة الآثار العامة بالبدء بمشروع ثبات واستقرار السيق تفادياً للمخاطر الطبيعية والجيولوجية التي قد يتعرض لها السيق مستقبلاً. ولضمان حماية زوار الموقع والعاملين في الموقع، قامت محمية البتراء الأثرية بعمل حملات توعية ضمت القطاعات السياحية المختلفة العاملة في الموقع، بالإضافة إلى أبناء المجتمع المحلي عن طريق توزيع بروشورات على جميع هذه القطاعات السياحية، بالإضافة إلى توزيع بروشورات في مركز الزوار مع كل تذكرة دخول موقع. كما تم عقد العديد من ورشات العمل التي ضمت القطاعات السياحية، الدفاع المدني، الشرطة السياحية، أبناء المجتمع المحلي للتعريف بأهمية هذا المشروع. تم استدعائنا من قبل محمية البتراء الأثرية للتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني للتواجد في منطقة العمل في حالة لا قدر الله وقوع أي إصابة ضمن فريق العمل أو أحد زوار الموقع الأثري، لتقديم الإسعافات الطبية الفورية. طبعاً وجودنا بشكل اطمئنان لزوار الموقع الأثري ولفريق العمل. Raising awareness on natural risks in Petra and specifically in the SEEK is one of the key components of the SEEK Stability Project. The UNESCO awareness strategy targeted a broad set of stakeholders and two main types of activities have been implemented. First, during the implementation of the landslide risk mitigation interventions, awareness was raised among the local community working on the site, the national authorities and the visitors. Second, a number of workshops targeting children and youth have been implemented to engage them in the preservation of the site. إحنا في الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء نستهدف مدارس مديرية البتراء لجميع الفئات العمرية، نقوم بعقد ورشات وزيارات ميدانية إلى مختلف المناطق في البتراء لنعلمهم عن طبيعة الصخور الرملية الموجودة في المنطقة ومخاطر سقوطها خصوصاً في البتراء والسيق بسبب العوامل الجوية الموجودة مثل الأمطار والهزات الأرضية وغيرها، وهاي النشاطات هي جزء من برنامج اليونسكو التوعوي لمشروع استقرار السيق. من خلال هاي الأنشطة احنا عم نحاول ننشر الوعي داخل المجتمع المحلي من خلال أطفال حوالين المنطقة، بيتم تعليمهم وتدريبهم حتى هم نفسهم يتعلموا عن خصائص صخور المكان والمكان بشكل عام، ايش المخاطر اللي بتواجهه، علشان هم يتعلموا وينشروا الوعي داخل المجتمع المحلي كيف يتعاملوا مع المكان ويحافظوا عليه. تعلمنا من النشاطات اللي أخذناها من جمعية المحافظة على البتراء واليونسكو عن طبيعة الصخور الموجودة في السيق بأنها هشة وعن حمايتها، ولما بدنا نحمي الصخور إنه ما نتسلق عليها لأنه مثل ما حكينا إنها هشة، وإنه أنا بدي كمان أتطوع وأعمل حملات تطوعية للبنات اللي كبري وإنه لأهل القرية بأن نحافظ على السيق وعلى ممتلكات البتراء. السيق لازم نحافظ عليه، انه عدم ان نخربش على الجدران، ناخذ صخور نكسرها بشيء ثاني، لانه هو السيق عباره عن ممر وشكله جميل، والاشياء اللي بتكون موجوده عليه على الجدران كمان جميله، واللي بيجوا عليه لازم يحافظوا عليه زي ما كمان اجدادنا زمان كانوا يحافظوا عليه.
هاي التجربة كانت كتير مميزة، أعطتنا خبرة عملية في كيفية عمل حملات توعوية وكيفية إشراك أبناء المجتمع المحلي والقطاعات السياحية في مشاريع مستقبلية داخل الموقع الأثري. We strongly believe that awareness on risk preparedness and mitigation, mostly at the community level, is the foundation for risk prevention in Petra.